ونخش على اللي بعده. استاذ رحاب، مقادير شرايح البتنجان الكريسبي هنعملها مع بعض ازاي؟ المقادير على الشاشه. معانا بتنجان، معانا رقائق الذره الهشه، معانا سمسم، معانا بيض، معانا شويه توابل وشويه زعتر وشويه روزماري. مقادير على الشاشه، شرايح البتنجان او رقائق البتنجان الكريسبي. الصوره لونها اسود على الشاشه، بس صدقوني بجد بتاعني كتير. السواد جمال، السواد ده القلب. البتنجان طبعا قلبه ابيض. هنشوف دلوقتي البتنجان الحلو، ولسه البتنجانيه صاحيه. البتنجانيه طالما بتلمع كده وقشرتها بتلمع، اعرف ان لسه جايه يعني طازه. ده مهم جدا على فكره، اللون بتاع القشره بتاعت البتنجانه يدل على ان البتنجان ده طازه. وتعالوا مع بعض نعمله بطريقه بسيطه وسهله. حلو قوي. ناخد البتنجان الحلو ده كده، دايما مظلوم يا بتنجان. حلو. تعرفي ان البتنجانيه طازه ازاي؟ اول ما بتلاقي دي كده خضره مش ناشفه بالشكل ده كده. حلو. ناخد البتنجان نقطعه شرايح كده. شفت انا بتعامل مع البتنجان ازاي؟ اهو. شرايح طوليه. الله، بجد يا شيف ده احنا البتنجان ده احنا ظالمينه بس مسقعه، او ان احنا نعمله مقلي مع شويه طعميه. ما فكرناش نعمله كريسبي زي الاسكالوب. لا فكري وشوف هيعجبك قوي على فكره. شفت الطريقه التقطيع دي؟ بتنجانيه تكف عيله، خلي بالك. اه حلوه. هناخد البتنجان ده بالشكل ده كده، نستفيد بدول. ايه الكمية دي؟ بسم الله ما شاء الله. كل ده طلع من البتنجناية؟ كل ده، ده ملوش لازمة. والله انا بخليكي تعملي افكار حلوة، بتعملي اشكال حلوة من الاطباق بتكلفة غير مكلفة. يعني القصة كلها انا مش عايزك تكلفي المطبخ. اخر حاجة ممكن تفكري فيها المطبخ. اه دي طريقة للتقطيع. في طريقة تانية، ناخدها بالشكل ده كده. ولكن هي الفكرة إن البتنجان الملمس بتاعه ناعم جدا، فأنا عايزاه طبعا يمسك التوبنج بتاع التتبيلة بتاعتي أهو بالشكل ده كده برضو. ده شوية حلوين. مش لازم بقى كل يوم فراخ ولحمة كده. إحنا خدنا اللي إحنا عايزينه من البتنجان. هناخد دول كده نخليهم على جنب، وتعالوا مع بعض نشوف البتنجان ده هنشتغل معاه ازاي. انا بجد عايز اعمله النهارده طبق حلو يعجب حضراتكم. هنجيب تتبيله كده حلوه، معانا روزماري. كانك بتتبلي حته لحمه بالظبط، خلي بالك. انا هشتغل مع البتنجان ده كاني بتبل لحمه. ده روزماري بالشكل ده كده، بحط عليه توم طازه على البتنجان. اه شويه شبت حلوين، عصره ليمون. كانك بتتعاملي مع حته لحمه هتتبليها. شويه الملح الحلوين، شويه سمسم حلوين بجد. اه مع البتنجان بنبني الهرم الغذائي. زعتر وبابريكا معاهم. يلاقيه اللحمه بس اللي تتبل، كمان البتنجان يتبل. بس اوعى تحط اي ماده دهنيه يعني في التتبيله دي خالص. يعني ما تجيش على بالك تحط زيت ولا حاجه، انت مش بتشوي لحمه او بتشوي فراخ. هناخد البتنجان بعد التتبيله الحلوه دي كده والخلطه الحلوه دي كده، هنقلبها. مهم جدا. وناخد البتنجان الحلو ده. الله،
هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد البتنجانيه كده بالشكل ده كده تجريحه، نفس القصه هنا بالسكينه ونتبلها هنا كده. الله اهو، يلا مع بعض، المكان ده حلو، يلا بينا اهو. نفس القصه، في اكلات التكلفه الماديه بتاعتها قليله بس بتاخد مجهود شويه في الشغل. مع بعض بسكينه صغيره، اهو تعوري ايدك تاني عندنا بيض طالما الشيف قال بيض وجت سيره البيض يبقى فيه بانيه بس مش بقسماط. تتبيله بتنجان، نخلي دي على جنب كده واحنا شغالين نعم. لا مش هيشرب ميه، مش هيشرب زيت، البتنجان دايما مصدوم يقول لك هيشرب زيت منك خالص. الطريقه دي لطيفه، انا بجرح البتنجان عشان يشيل من التوابل بالشكل ده كده، نفس القصه. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البتنجان مع شويه طعميه الصبح مع الفلفل والبطاطس، احنا المصريين عاشقين للاكله دي، بس احنا النهارده بنقدمه بطريقه حلوه تعجب الاطفال اللي مش بيحبوه مقلي مع التوميه والطشه اللي احنا متعودين. نعمل واحده كمان، حاضر نعمل العريضه دي وانا والله ما بحبش اقشر البتنجان، بحب اخلي السواد بتاعه كده زي الفل. تمام، هناخد مع بعض دلوقتي، عندنا بيض، عندنا بقسماط او رقاق الذره زي ما احنا شايفين كده، ومعانا من البيض اتنين بيضه حلوين. بس انا اقول لك على تركايه حلوه دلوقتي تخلي لك الخلطه دي تمسك في البتنجان واحنا شغالين مع بعض. اتنين بيضه حلوين كده بالشكل ده كده، على البيض ده شويه نشا، هي دي التركايه بقى الحلوه اهو، ده نشا عليه شويه سمسم عليه شويه حليب ونقلب السمسم مع البيض مع الحليب مع النشا شفت القوام ده كده ليه حطيت نشا يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. شويه الملح هنا، وهنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض؟ الزيت عندنا سخن، درجة حرارة الزيت تكون شديدة، خلي بالك يعني. هناخد الخلطة دي ونسقطها هنا. يا ويلي، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ ايه الإبداع ده؟ تسلم إيدك. وتعالوا مع بعض نحمر البتنجان ده واحنا واقفين زي الفل. معايا رقائق الذرة الهشة، بحط عليها قليل من الدقيق بالشكل ده كده. موضوع لطيف وسهل على فكرة، بس على فكرة في رسالة هنا، ازاي تعملي طبق جديد. شوية بابريكا حلوين، احب الكركم مع البتنجان، واقلب دول يا عم الشيف، واجي هنا عند حبايبي وابدأ احمر البتنجان الحلو ده كده. انت مهتم جدا بالبتنجان يا عم الشيف، ده انت ما بتعملش كده مع حته اللحم. طب تعالى شوف الاكله دي مكلفه كام. شفت رقائق الذره دي؟ الكيلو 3 تعرفها، يلا بينا. هو ده نشتغل هنا يا شباب، يلا بينا. هنقف هنا نعمل حاجه لطيفه كده واحنا واقفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي لطيفه، فيها النشا فيها التوابل، بنحطها كده. التجريحه اللي انا مجرحها للبتنجان لطيفه اهي، شفت ازاي؟ حته اسكالوب بقى اهي، بفتيك. وانزل بقى فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده في قلب الزيت، يلا بينا كمان اهو. تسيبوني بقى اعيش مع البتنجان؟ شفت الحلوه دي؟ الشريحه دي شريحه لحمه اهي، ده اسكالوب في قلب الزيت كمان، يلا بينا.
هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بس هنا في رسالة بوصلها ان المطبخ مش تكلفة، المطبخ مش ان انا اشتري حاجات كتيرة قوي والفاتورة لازم تبقى بألوفات. ده كيلو بتنجان عملته للأولاد بشكل جديد وبفكر جديد، وبقى زي الاسكالوب اللي احنا بنعمله من اللحمة او الفراخ. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف طاجن المكرونة بالكبدة الاسكندراني، شوية رز بلبن مع القرفة والمكسرات، حلوين جدا. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم من عند البتنجان. بصراحة في قلب الزيت يعني المنافسة مع اللحمة المفروض، مع اللحمة أو الكفتة أو البفتيك، لا طبعا منافسة قوية. نبص على البتنجان اتحمر، بعد ما اتحمر بقى شكله عامل ازاي. الله الله، هو ده، سامعين الصوت ده؟ لو انا بحمر حته اسكالوب مش هتديني الحلاوه دي. ده بتنجان لطيف وحلو والاولاد يتعشوا، بس الشيف المغازي كالعاده بيحب الايه، يعمل حاجه جديده، انتوا عارفين يعني لو قدمته للاولاد كده يعني تحس ان هو فقير. بتنجان يا ماما مقلي، طب يعني مثلا ما فيش، لا انا هحط عليه جبنه موزاريلا زي البيتزا كده وطماطم ودخله الفرن، اصبح عندك شريحه بتنجان بتحتوي على كل البروتين اللي انت عايزاه، تحتوي على جبنه موزاريلا فيها طماطم، ممكن تحط كاتشب على فكره، ممكن تستغنى عن ده وده وتقدميه مع مايونيز او مع توميه يبقى لطيف وجميل. انا مركز معاه شويه على فكره. ادي الجبنه الموزاريلا الحلوه بحطها كده، شفت الافكار دي؟ سهله جدا. انا هكتفي بالموزاريلا دي واحط عليها شويه زعتر وادخلها الفرن. الجبنه اللي انت حباها بقى مفيش اي مشكله. والله يا شيف حاجه حلوه سهله. ممكن تحطي حاجه زي كده مثلا، عندنا فلفله حلوه، الاولاد بيحبوا الحاجات السبايسي. شفت الجو ده كده؟ حط شويه زعتر حلوين وندخل الكلام ده الفرن. وعملنا طبق جديد للاولاد وجربيه وقولي لي رايك فيه. احنا بنتواصل مع بعض من خلال السوشيال ميديا. والله يا شيف مغازي انت جبت كيلو بتنجان استخدمت حبيتين منه وعملته بشكل حلو بشكل لطيف. ادي شويه ريحان اخضر وندخله الفرن، ياخد له 3 دقايق تقريبا على الشبكه بتاعه الفرن، ما تحطوش في الارضيه لان عايز بس الجبنه تسيح. ايه رايك في الصوره الحلوه دي مخرجنا الجميل؟ الصوره ده بتنجان على فكره، اللي ما حضرش من الاول هيفتكروا سكالوب بانيه، هيفتكروا فراخ، هيفتكروا لحمه. ادخله الفرن؟ يلا بينا. خلي كده عشان يبان. يلا بينا. ده سكالوب البتنجان، ونقدر نقول شرايح البتنجان كريسبي، وهنقفل الفرن بتاعنا مصر. شوف الحلاوه دي، كنت مصدق ان ده بتنجان في الاول؟ ابدا ابدا يا اخي الكريم. تعالوا نغرفه مع بعض. الله، الا شويه المكرونه دوت، هو ده. يعني انا اوريك للامانه، يعني حد دخل دلوقتي عليك المطبخ وانت شغاله عايز تعرف انك شاطره ولا لا، لازم يسالوك ده ايه. انت بقى بشطارتك كده وبثقه تقول لهم دوقي الاول وانت تعرفي ده ايه. طبيعي لازم تسالك لان عمرها ما شافت البتنجان يتقدم بالشكل ده، زيه زي البيتزا، الميني بيتزا اللي احنا عارفينها، او الاسكالوب فينواز. فينواز ده بياخد ايه؟ بياخد بقدونس وبيض وشرايح من الليمون وياخد صوص طماطم. الله، يتقدم فين ده يا عم الشيف؟ معانا هنا كده. بسم الله. نعم، هندوق ونشوف. We'll be right back.
بتاعتك.